حيا طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة تواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئ لإسلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الثور الترابي حتى الساعة 1:36 من بعد منتصف ليل الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج الجوزاء الهوائي ويمكث فيه حتى الساعة 10:09 من ضحى السبت، ليدخل برج السرطان المائي ويبقى فيه حتى الساعة 8:41 من صباح الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى ليل الأربعاء في برج الثور الترابي، من ليل الأربعاء وحتى ضحى السبت في برج الجوزاء الهوائي، من ضحى السبت وحتى صباح الاثنين في برج السرطان المائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. الفترة الأولى يوم الأربعاء والتي بدأت من الساعة 8:15 فجرا وتستمر حتى الساعة 1:36 من بعد منتصف ليل الأربعاء. الفترة الثانية يوم الجمعة من الساعة 12:24 ظهرا وحتى الساعة 10:90 من ضحى السبت. الفترة الثالثة يوم الأحد من الساعة 4:37 مساء وحتى الساعة 8:41 من صباح الاثنين. مشاهدينا الكرام أرقام الهواتف 00971436728 مكرر 89 و 00971436720 مهيئ أمام حضراتكم للمشاركة، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. أي سؤال يوجه إلى صفحة البرج العالي على الفيسبوك يكون فقط من خلال الرسائل وليس تحت المنشور المنشورات العامة أو البوست الرئيسي، والأسئلة تكون فقط من خلال الرسائل، إن شاء الله أرد عليكم بأسرع وقت ممكن. وننتقل لأول مكالمة هاتفية نشوف مع الخط. ألو. ألو نعم تفضلي. ألو نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، من وياي؟ أنا جميلة من إسبانيا. أهلا وسهلا جميلة، كم تاريخ ميلادك؟ تفضلي جميلة. 62 شهر 5 26 5 25. اوكي، انت من مواليد برج الجوزاء، جميله، شنو سؤالك بالتحديد حتى اجاوبك على اكثر اسئله ببالك؟ انا عايزه الحظ وارقامي وكل شيء ممكن. ارقامك 3 و5 و7، انت تعتبرين من النوع المحظوظه بصوره عامه بحياتك على اعتبار عندك رقم 3، فبالتالي تكونين محظوظه أفضل من غيرك بهواية. أوكي، أرقامك 3 و5 و7. عندي سؤال آخر. عندي الحمد. نعم الحمد لله أفضل من بكثير. محظوظة. نعم نعم محظوظة. شكرا الله يحفظك. أهلا. عايزة ممكن عندي مشكل مع زوجي ويهديه بالطلاق، ممكن ولا؟ كم تاريخه؟ 25 2. زين طيب. 52. دقيقة واحدة. مشاكل مستمرة لو ما هي بهذه الفترة صارت عندك؟ جميلة.
جميلة تسمعيني؟ احنا مش فاهمين ابدا، هذه 30 سنة واحنا كل يوم في الخصام في كل شيء. لحظة واحدة، 25/5/1962 25/2/1952 علاقتكم مو كويسة جميلة. من طبعا انت من مواليد برج الجوزاء، هو من مواليد برج الحوت. الحوت ويا الجوزاء بصورة عامة هي غير إيجابية، وبالذات انتم كتواريخ ميلادكم ما عندكم المؤشرات اللي تحسن من العلاقة، فعلاقتكم راح تبقى هيك يعني غير إيجابية او غير جيدة على طول العمر. اوكي، فهي فيصير انفصال او لا؟ نعم، هذه الامور نعم. مع هو عصبي وغيور ومشكوك في الشك كثير. نعم، عند المريخ بالعقرب هو شوي عنده هذا الشيء، صحيح. بس هل حتتحسن العلاقه او لا ما اعرف، هذا الشيء ما اعرفه. بس هي كعلاقه مع الاسف مو من النوع العلاقات مثلا الجيده او مشجعه للزواج. نعم، فتبقى ما بين نعم. تبقى هيك. عند السؤال اخر؟ أنا شخصيتي كيف هي؟ أنا حساسة وبحس بسرعة وذكية أنت كل شيء. شخصيتك نعم، الحساسية ما عندك مثلا فد مؤشر قوي، بس لحظة، ما عندك هذا الشيء من التاريخ. بس إنسانة طموحة متفائلة مرحة، تحبين توسعين مدارج الفكري بدراسة، بقراءة موضوع معين على سبيل المثال، مطالعة أو مشاهدة موضوع علمي تلفزيوني إلى آخره. تحبين تكونين مثلا على اطلاع على الأشياء الثقافية العلمية إلى آخره. رقم 5، كونك من مواليد برج الجوزاء يخليك إنسانة ذكية جدا، عندك دماغ نشطة مفكرة تحللين الأمور الدقيقين بها، أيضا عندك قوة تركيز وتعبير عن آرائك وعصبية. رقم 7، خليك إنسانة مزاجية متقلبة بمشاعرك وعواطفك، عندك حاسة سادسة قوية جدا، تحسين بهواية أمور قبل ما تصير وياك، ومن النوع اللي تنجذبين نحو الأمور الروحية الفلسفية الدينية والأمور الغامضة. هذه شخصيتك. أوكي جميلة؟ عايزة شيء واحد ممكن، العمل عندي العمل مستقر مليح ولا؟ العمل طبيعي، ما عندك شيء تقريبا يساعد. الفترة الحالية فترة الفترة الحالية فترة إيجابية للعمل لكم أنتم مواليد برج الجوزاء، على اعتبار حاليا الزهرة في برج الحوت، الزهرة في برج الحوت، فبالتالي تعطيكم فرصة الأيام لحد 21 شباط فبراير، هاي الفترة المثالية للعمل لمواليد برج الجوزاء اللي دا يبحث عن عمل. هاي الفترة تكون الفترة المثالية انه يحصل على عمل ان شاء الله، واللي دا يعمل يقدر يثبت جدارته للمسؤولين وبالتالي يحسن عمله الى اخره. اوكي جميلة؟ نعم، انا بعمل هذه 3 سنين انا بعمل، ولكن بدون اوراق، هل يكون عندي اوراق ام لا؟ الفتره الحاليه هذه الفتره الحاليه اللي احنا بيها، ايضا اذا تريدين تمشين امورك من ناحيه الاوراق، هذه الفتره المثاليه لك خلال السنه. حاولي تدفعيها الفتره الحاليه لغايه 21 شباط فبراير، هي الانسب لك خلال السنه. اوكي ان شاء الله جميل، ان شاء الله تكون جاوبتك. اهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو. نعم، اهلا وسهلا بك، اشكرك. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو. نعم، مشاهدينا الكرام، ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه ما هي لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. ألو ألو. نعم ألو ألو. نعم ألو.
ألو نعم. مشاهدينا الكرام، أي سؤال يوجه إلى صفحة البرج العالي على الفيسبوك يكون فقط من خلال الرسائل وليس على الصفحة العامة، وإن شاء الله أرد عليكم بأسرع وقت ممكن. ألو. ألو نعم. ألو. ألو. تفضلي. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، من جاي؟ ألو، مساء النور. مساء الخير، أهلا وسهلا، من جاي؟ أنا أمينة من الجزائر. أمينة، إذا ممكن بس اسمعيني من من التليفون، ابتعدي عن التلفاز، كم تاريخ ميلادك؟ أمينة. نعم، 25/7/1981. طيب، أنت من مواليد برج الأسد. أوكي. مولودة على الساعة 3:20 عصرا. أوكي. شنو سؤالك أمينة؟ أريد أن أعرف عن الزواج. طيب. الخارطة الشخصية عن الزواج. 1981 3:20 مساء. أوكي. أنت من مواليد برج الأسد طالع العقرب، أوكي. من ناحية الزواج ما عندك مشكلة نهائياً، أنت شخصياً ما عندك تعطيل لا سمح الله، ولا عندك مثلاً في أشياء مثلاً مؤشرات تدل على زواج مبكر أو غيره، يعني وضعك من ناحية الزواج طبيعي، أوكي. الفترة الشهر الماضي كان عندك، يعني خلال 20 الماضية، 3 الماضية تقريباً، كانت لك إيجابية من ناحية الزواج. حاليا صاعدا وضعك طبيعي. شكرا استاذ خلاد. ومن الناحيه الماليه؟ من الناحيه الماليه وضعك طبيعي ايضا الفتره الحاليه، بس خلال الاسابيع الاربعه المقبله راح تكون عندكم انتم مواليد برج الاسد نفقات، حاولوا انه المبالغ اللي تجيكم تحاولوا ان تحافظون عليها في سبيل ما تضايقون ماديا، حتكون عندكم نفقات اكثر من المدخول، فبالتالي قد تضايقون ماديا. بعد 4 وصاعدا يرجع الوضع طبيعي على طول السنة، وضعكم طبيعي يتحسن أفضل من 11 أغسطس وصاعدا لمدة عام، أنا ذاك تكون عندكم سنة مالية مميزة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ خلت. ومن الناحية العاطفية ما هي الفترة الإيجابية؟ الفترة الحالية قلت لك لحد قبل 2-3 كانت إيجابية، حاليا طبيعي. أوكي. والأيام المقبلة أو ربما الأشهر المقبلة، الفترات الإيجابية بالنسبة للعاطفة؟ الفترات الإيجابية للعاطفة لمواليد برج الأسد، عندكم الفترة الأمثل أنتم بالتحديد، عندكم مثلا فترة من 12 أبريل نيسان تستمر لغاية 7 أيار مايو، وعندكم الفترة المثالية من 6 حزيران يونيو لغاية 18 أغسطس، والفترة الثانية الإيجابية من 6 أيلول سبتمبر لغاية 28 أكتوبر. الفترة الغير إيجابية من ناحية عاطفية لكل مواليد الأبراج من 19 يوليو تموز تستمر لغاية يوم 6 أيلول سبتمبر. ومن ناحية الأرقام الحظ، هل أنا محظوظة من ناحية الأرقام؟ أرقامك 1 و6 و7 طبيعية. ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة لشخصيتي؟ رقم 1 يمنحك الشخصية القوية، الثقة العالية بالنفس، عندك اعتزاز كبير بالنفس، وأيضا صريحة طموحة، تحبين الحياة، تكتمين الأسرار. رقم 6 يخليك إنسانة عاطفية، تقدرين الناحيتين الفنية الجمالية وعنيدة. رقم 7 يخليك إنسانة مزاجية، متقلبة بمشاعرك وعواطفك، وعندك حاسة سادسة جدا قوية، تنجذبين نحو الأمور الروحية الفلسفية الدينية الأمور الغامضة الأخرى. شكرا جزيلا أستاذ خلاد، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هلا بيك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. مشاهدينا الكرام، أرقام الهاتف 00971436727 مكرر 89 و00971436728 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة، واللي ما يقدر يتصل أو ما يحالف الحظ في الاتصال يقدر يشارك من خلال
صفحة البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، يكتب رسالة من خلال الرسائل وليس على الصفحة العامة، وإن شاء الله أرد عليه بأسرع وقت. ألو أريد أسأل. ألو نعم أسأل عن الصحة، عندي عملية تفضل وأريد أشوف يعني منو جاية؟ منو جاية؟ منو جاية؟ خالدة يوسف. أنا وسهلاً، ايش قد تاريخ، ايش قد مواليدك خالدة؟ مواليد 23/7/52. 52، بس دقيقة خالدة تأكد من برجك أول شيء. ثلاثة وعشرين سبعة أوكي، أنت من مواليد برج الأسد. نعم. أوكي، شنو العملية اللي تريد نسويها خالدة؟ عندي حصوة بالمرارة. زين. أريد يسووا لي عملية. شو وقت تريدين نسويها؟ عندك تاريخ معين؟ الشهر الثالث. أوكي دقيقة واحدة. الشهر الثالث. العملية 5/3. 5/3؟ قدرين لا لا تسويها 5/3 خالدة. 5/6 لا. 5 راح يكون القمر بدر، هاي الفترة غير إيجابية مثلا للعمليات بصورة عامة، على اعتبار أنه أنا ذاك قبل ما يكمل القمر بدر قبلها بيومين وبعدها بيومين، هاي الفترة غير إيجابية وغير محببة للعملية. إذا تقدرين خليها يوم يعني أجليها 3-4 أيام بس، مو هواية، بس هاي الأيام 5/6/3 و3/4 تجنبيها، خليها مثلا يوم يوم 12، تقدرين تأجليها أسبوع واحد أفضل لك. إن شاء الله 12/3 يكون لك إن شاء الله شوية أحسن، ويوم 13 همنا أوكي، بس المهم مو هاي الايام، مو يوم 5/3 اللي قلت لي عليه، لان يصير بيها مضاعفات بعدين. ها عندك العافيه ان شاء الله. شكرا. العفو، اهلا وسهلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. له مشاهدينا الكرام، ارقام الهاتف 00971436072 مكرر 89 و00971436072 ما هي أمام حضراتكم للمشاركة، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. ألو ألو نعم. حابة أعرف على برجي. تفضلي. من جاية؟ من جاية؟ أنت على الهواء. فاطمة. نعم. ايش قد مواليدك فاطمة؟ مواليد 81/11/12. 11/12. انت من مواليد برج القوس فاطمة. اوكي. القوس. اوكي. القوس ولا الحوت؟ 11/12 القوس. نعم. القوس. نعم. اوكي. ارقامك 2 و3 و6، شنو تريدين تعرفين حتى تجاوبك فاطمة؟ بس حبيت أسأل عن الصحة وعن كل شيء يعني عام. طيب، من ناحية صحية، أنت كوحدة من مواليد برج القوس، وضعك البيت السادس فارق ما بي أي كوكب مثلا يدل على أنه عندك لا سمح الله أشياء تتعبك إلى آخره، بس هاي مثلا اليوم اللي راحت شوية كانت تعبانة، من اليوم بالليل وصاعدا وضعكم الصحي، أنتم مواليد برج القوس، شوية قسم من مواليد برج القوس مو كلهم حسوا بتعب من اليوم وصاعدا من ساعة واحدة بالليل وفوق وصاعدا، يكون وضعكم الصحي أفضل على طول السنة، ما عندكم شيء خوف من ناحية صحية، وضعكم من ناحية الأبراج مستقر إن شاء الله. زين، أنا عندي عملية. زين. عندي عملية
شو وقت؟ حابة أعملها يعني على الأسبوع البعدة ولا يعني أنا أحدد الموعد. عملية شنو تقدرين تقولي لي؟ بس كل ما أريد أسويها أتردد. عملية شنو؟ مال يعني نسائية. زين إذا تقدرين تأجليها ورا 21/2؟ ورا 21/2 يعني كم بالشهر؟ يعني 21/2 بعد تقريبا خلينا نقول فد 20 يوم شيء ورا 11/2 آسف 11/2 ورا 11/2 11/2 اوكي يعني 11/2 زين لا مو 11/2 عاد نفس اليوم هسه اشوف لك ورا المهم يعني ورا 11/2 تسويها مو هاي الفتره او فيها ورا 11/2 هسه تطيش في التاريخ يكون ايجابي ورا 11/2 عندك يوم 13 عندك يوم يوم 13 ويوم 14 يوم 14 احسن احسن نعم اوكي وشو على الصحه عامه يعني من ناحيه قلت لك من ناحيه صحيه ما عندكم مشكله انتم والسفر من ناحيه السفر هذه احسن شيء لكم هذه السنه انتم مواليد برج القوس هي ناحيه السفر اللي يريد يسافر او يعني يكون المجال مفتوح يوصل وقسم هوايه من مواليد برج القوس راح يسافرون مكانات ما واصلين لها قبل واللي مثلا اللي بنيته سفر او هيك اكو ناس يقومون يفكرون بهجره او يروحون يسافرون بغير بلد الى اخره احسن شيء لكم انتم مجال السفر وبالنسبه ايضا لطلاب الجامعات والدراسات العليا هذه السنه مثاليه لكم. اوكي والماليه؟ المال طبيعي ما عندكم فد مكاسب قويه ولا بنفس الوقت مصاريف وضعكم عادي يعني الفلوس عادي على الراتب. اوكي شكرا. اهلا وسهلا بك يا فاطمه. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو نعم. الو مساء النور. مساء الخير اهلا وسهلا، من وياي؟ اريد ان اعرف سعاد من الجزائر. اهلا وسهلا سعاد، كم تاريخ ميلادك؟ اريد ان اعرف توثقه بيني وبين زوجي. كم تاريخ الميلاد؟ انا تاريخ ميلادي 9/12/1970. طيب وزوجك؟ والساعه الولاده 11 صباحا. وزوجي 30/9/1965 ساعة الولادة 10 العلاقة ممتازة سعاد إذا كانت الرغبة فعلا صادقة. نعم. العلاقة ممتازة إذا كانت هناك. نعم. فعلا رغبة صادقة ومتبادلة بين الطرف. ممتازة جيدة جدا. أريد أن أعرف الطالع. الطالع أنت الدلو. الطالع جدي. الدلو الجدي والطالع زوجي. دقيقة 9/12 صح؟ 70 ساعة 11 صباحا جزائر. نعم. اي نعم الطالع الدلو. نعم. اوكي. وزوجك الطالع يكون لحظة واحدة. الطالع العقرب. زوجي العقرب. نعم. وانا الجدي. نعم. ارقام الحد 7/1/8 2/3/9 انت وهو. انا محظوظه. انت نعم محظوظه من البرج وهو 3/6/3/6 هو 3/6 انت 2/3/9 اثنينكم محظوظين. شكرا.
يعطيك العافيه. اهلا وسهلا بك. هلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو نعم. الو. مشاهدينا الكرام، ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم على الشاشه ما هي لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي لمن لم يتمكن او لم يحالفه الحظ في المشاركه في البرنامج. بامكانكم ارسال رسائل على صفحه البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغه العربيه. الو. الو نعم. الو. كلمتكم انتم للصباح؟ الو نعم. تسمعني قاعد؟ تفضلي اسمعك تفضلي. اذا امكن اسمعيني من التليفون بلا زحمه، ابتعدي عن التلفزيون. انا مش قادر اسمع فيك من البيت. اذا امكن اسمعيني من التليفون، ابتعدي عن التلفزيون رجاء. انا مش قادر اسمع فيك من البيت، بعيد عن التلفزيون. الو. الو. ابتعدي عن التلفزيون رجاء. ايه بعت على الناس، انا بتوش اتكلم فيك. انا مواليد 3/7. اي سنة؟ 47. سيدة. ابتعدي عن التلفزيون رجاء، مدى اسمعك. نحب نشوف برجي وبرج راجلي، برجي بالسلطان. مدى اسمعك الصوت، ابتعدي عن التلفزيون او وطي، وطي الصوت. ايه بعيد علي التلفزيون بعيد. انا دا اسمع الصوت، مدى اسمعك. بعيد. قاعدة هودي في البرادة. اوكي. انا بالمواليد 3/7. اي سنة؟ 43. 43؟ اي. اوكي. 43. طيب. وزوجي من عام 48. طيب. من شهر 10. اي يوم؟ لا يوم لا طبعا. كم بالشهر يعني؟ شهر 10. اي نعم. كم في شهر 10؟ شهر 10 هذا جوزي. طيب كم في شهر 10 يعني اول 10 يعني كم تاريخ؟ 1 2 لا في 30/10. 26 في 30. ماذا اسمعك؟ 30 اخر الشهر. 30/10. اوكي. اي 30/10. طيب. اوكي. هو هو هو, هو برجه بال شو كل واحدة هو لا هو برج العقرب. 30/10 يكون برج لا 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 برج الجدي. لا العقرب. لا 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 برج الجدي. كيف الجدي؟ احنا 60 عام نعرفه قرين ومستقفينه من الدكتوره في العلوم السياسيه. اهلا وسهلا بيج، عادي على راسي، بس 30/10 يكون العقرب وليس الجدي. انا اعطيتك الاعداد غلط. ممكن انا نعرف اللي هو مولود في اخر العام. ماذا افهم عليك؟ اخر العام عام 48. لا يعطيني انا سرطان. اعطيني سرطان. انت من مواليد برج السرطان. طيب شنو سؤالك بالتحديد؟ شنو؟ شو سؤالك؟ برج السرطان 13/7 صح؟ ثلاثة وأربعين. طيب أنت من مواليد برج السرطان، عندي سؤال محدث؟ إي عندي سؤال، أنا عندي رجلي معذبني برشا. نعم؟ عندي رجلي معذبني برشا. ماذا أفهم عليك؟ آسف والله. رجلي معذب فيا برشا. معذبني عملي برشا حاجات دامة. ماذا افهم عليك؟ الصوت اول شيء صوت التلفزيون عالي، وماذا افهم على لغتك بصراحه؟ اسف. اوكي ان شاء الله نحاول تتصلين مره ثانيه. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم. الو مساء النور. مساء الخير، اهلا بيك. من جاي؟ الو. نعم تفضلي، انت على الهواء. مساء النور. مساء الخير. انا حابه اسال عن زوجي، مواليد 31/8/74. طيب زوجك من مواليد برج العذراء، شنو السؤال؟ حابة أسأل عن الحظ وعن عمل، هل في شغل عن قريب إله، وأسأل عن صحته، وكمان أسأل عني أنا مواليد 15/11/78. طيب منو معايا؟ توافق بيناتنا. الاسم الكريم؟ من الجزائر. الاسم مرة ثانية؟ مواليد 15/11/78.
اوكي مريم، انت من انت من مواليد برج العقرب وزوجك من مواليد برج العذراء. افضل فتره لمواليد برج العمل لمواليد برج العذراء من ناحيه العمل هي الفتره الواقعه ما بين 12 ابريل نيسان تستمر لغايه 7 ايار مايو. هاي الفتره المثاليه للعمل لمواليد برج العذراء بصوره عامه خلال عام 2015. قبل هذا التاريخ او بعده ما عندكم شيء يساعد او يعطل، وضع طبيعي يعني من ناحيه العمل. المهم والاهم انه ما اكو شيء يعيق عليهم او يعطل او يسبب لهم مشاكل بهذا المجال. من ناحيه الحظ عندنا 3 2 5 6. وكمان كمان بدي اسالك عن تغيير العمل بالنسبه لي، هل في فرصه اني اغير مكان العمل او لا؟ اوكي، سؤال حتى اجاوبك وان شاء الله يعني حتى اجاوبك على اكثر اسئله ببالك. من ناحيه العمل مثل ما قلت لك هو عند الفتره الواقعه ما بين 12 ابريل نيسان لغايه 7 ايار مايو. هاي واحد. من ناحيه الحظ هو طبيعي، من ناحيه الحظ ليس من النوع المحظوظ ولا عكس ذلك، نقدر نقول عليه انسان طبيعي متوازن. اما انت 7 8 9 6 ارقامك 6 و9، انت ايضا من ناحيه الحظ طبيعيه. الشيء الوحيد اللي يضغط عليك هو الناحيه الماديه. من ناحيه العمل نعم المجال مفتوح انه ممكن تغيرين عملك اذا تحبين تغيرين عملك، او ممكن تنتقلين الى عمل افضل او منصب افضل او تحصلين على ترقيه اذا انت تعملين. المجال مفتوح لغايه منتصف شهر اب اغسطس من هذه السنه، هو لان افضل شيء هو لكم مواليد برج العقرب هي ناحيه العمل. وعندك فتره ايجابيه من ناحيه العمل تكون ممتازه من 6 حزيران يونيو تستمر لغايه 18 اب اغسطس، والفترة الثانية من 6 أيلول سبتمبر لغاية 8 تشرين أول أكتوبر. وإن شاء الله أكون جاوبتي. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، ولمن لم يتمكن أو يحالف الحظ في المشاركة يمكنهم الاتصال أو المشاركة من خلال الصفحة البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية من خلال الرسائل. نصل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى توقعات النجوم لجميع الأبراج، ونبدأ كالمعتاد مع مواليد برج الحمل. ينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم رغم بعض الفرص للحصول على المال، إلا أن النفقات كثيرة ويجب الحذر في أي خطوة مالية جديدة. من ليلة الأربعاء كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة داخل المدن. من ضحى السبت تفضلون الاهتمام بمصالحكم البيتية والعقارية، بوسعكم تعزيز الروابط العائلية. مواليد برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة ويعمكم النشاط والتفاؤل، واصلوا ما تبدأون به من عمل قبلا دون الشروع في عمل جديد. من ليلة الأربعاء انتبهوا إلى ميزانيتكم. من ضحى السبت تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يخرج في نزهة قصيرة. مواليد برج الجوزاء تتراجع صحتكم وتفتقدون نشاطكم وحيويتكم، اضبطوا أعصابكم أثناء تصريف أموركم الروتينية واخلدوا إلى الراحة. ابتداء من ليلة الأربعاء أنتم أكثر نشاطا وقدرة على التركيز وتنجحون في خطواتكم أكثر من قبل. مع ذلك احذروا في أي خطوة جديدة مهمة تقومون بها. من ضحى السبت تتاح الفرصة لمكسب مالي. مواليد برج السرطان تسعدون من لقاء أشخاص قريبين من فؤادكم، يميلون إلى التفهم وجهة نظركم والتعاون معكم، لا يتخلى الأصدقاء عنكم. من ليلة الأربعاء انتبهوا جيدا إلى صحتكم واحذروا في أي خطوة تقومون بها، لا تدخلوا في مواجهة مع أحد. من ضحى السبت أنتم أكثر نشاطا وتفاؤلا وتنجحون في خطواتكم. مواليد برج الأسد ينصب اهتمامكم حول عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين والزملاء، بوسعكم الدفع بمصالحكم والمحافظة على إنجازاتكم. من ليلة الأربعاء تنشطون اجتماعيا وتسعدون من لقاء أشخاص ترتاحون إلى صحبتهم، لا يتخلى الأصدقاء عنكم، مع ذلك لا تتوقعوا الكثير منهم. من ضحى السبت تجتازون فترة غير مريحة تنال من صحتكم وأعصابكم، اخلدوا إلى الراحة. مواليد برج العذراء تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يقوم بسفرة إلى مكان بعيد، بوسعكم اجتياز امتحان أو إجراء مقابلة. تشعرون أيضا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم. من ليلة الأربعاء ينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية، حافظوا على إنجازاتكم القائمة واحذروا في تعاملكم مع المسؤولين. من ضحى السبت تلتقون أشخاصا ترتاحون إلى صحبتهم.
مواليد برج الميزان تنشغلون في إدخال تعديل على ميزانيتكم، تجنبوا أي خطوة مالية غير مدروسة خاصة إذا كان لها صلة بشراكة. من ليلة الأربعاء كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة. ابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم. من ضحى السبت يتركز اهتمامكم حول الدفع بمصالحكم في مجال العمل والأجواء لصالحكم. مواليد برج العقرب يتركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، تلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم وتجدون تعاونا منهم. الفترة مناسبة لقضاء وقت ممتع مع أحبائكم. من ليلة الأربعاء ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم واحذروا في خطواتكم المالية ذات الصلة بشراكة. صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. من ضحى السبت تنشغلون في إجراء اتصالاتكم البعيدة ومنكم من يفكر في القيام برحلة إلى مكان بعيد. مواليد برج القوس انتبهوا إلى صحتكم، يتراكم العمل لديكم، بحسكم الحصول على تعاون من زملائكم معكم ولممارسة نشاط بدني. من ليلة الأربعاء ابحثوا عن قاسم مشترك اجمعكم بأحبائكم وشركائكم بدلا مواجهة أو فرض وجهة نظركم. من ضحى السبت تنهمكون في ضبط ميزانيتكم. مواليد برج الجديد تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تشعرون خلالها بارتياح مع أحبائكم ويصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم، بيسكم تجربة حظكم. من ليلة الأربعاء انتبهوا جيدا إلى صحتكم، من يشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص والعلاج. من ضحى السبت تلتقون أشخاصا ترتاحون إلى صحبتهم وتعززون علاقتكم بهم. مواليد برج الدلو ينصب اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعقارية، تجنبوا حاليا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم، بوسعكم تعزيز الروابط العالية وقضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة تشعرون بتعاونهم معكم. من ليلة الأربعاء تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز علاقتكم بهم، لا تتوقعوا الكثير منهم. من ضحى السبت انتبهوا جيدا إلى صحتكم. أخيرا مواليد برج الحوت تنشطون في السفر والاتصالات، بوسعكم اجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وتعزيز العلاقة مع أخ أو جار. من ليلة الأربعاء تواجهون بعض المتاعب داخل البيت أو مع أحد أفراد العائلة، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل معهم. من ضحى السبت تلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم وتزداد رغبتكم في تعزيز علاقتكم بأحبائكم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي والله أعلم. لمن فاته المشاركة في البرنامج يمكنكم المشاركة والتواصل من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. إلى هنا نأتي إلى ختام البرج العالي لهذا اليوم، ألتقيكم يوم السبت المقبل بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون شرقية. مع السلامة.